بحال الريحه شنو نقول لكم، بحال شرقيه بحال. المهم اما قاد كشمير هادي، شوفوا شوفوا على قريعه راه غير هذا، راه او هذا راه او دو بارفان كتحمق يا البنات. باش نوريها لكم باش الا بغيتوا ديروا لها سكرين، ها هي كتحمق ريحتها. اهلا وسهلا بنات، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديده. هذا الفيديو هذه ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد لي بارفان ولا عطور اللي هي جديده من ماركه لاغيف وماركه وحده اخرى، اللي صراحه غزالين الثمن ديالهم، يعني كيتراوح ما بين 7 اورو ولا اقل، وماركه اللي هما المنافسين ديالهم ماركات اللي هما غاليين. مهم ما تعطيوش هاد الفيديو هادي، خليكم معايا وغادي تكتشفوا بزاف د الحويجات زوينين. مرحبا حبايبي، جيت لدي ام نشوف عاوتاني شنو كاين الجديد في لي بارفان. المهم البنات جيت باش نشوف، انا قلت لكم لي بارفان شنو الجديد ديالهم، لان دي ام دائما كيدخلوا الجديد. غادي نشوف معاكم، نجرب هادي، نجرب هادي ديال بوغاتي، حيت بنتي جات وجربت هادو وعجبوها، دونك قلت انا الى هذا قلت لها تنخرج انا ونشريها لك. عجبتها هي هادي وهادي، دونك غادي ناخذ هادي من بعد. هادي عجبتها، انا غادي نشوف البنات. هادي كتحمق، هادي كتحمق، هادي بوغاتي إليغانسا، بوغاتي إليغانسا فيها 60 مليلتر، كتحمق يا البنات. باش نوريها لكم باش الا بغيتوا ديروا لها سكرين، ها هي كتحمق ريحتها. شان نقول لكم البنات، هادي ياخذوها على حسابي، هادي وهادي وهادي ديال بوغاتي كيحمقوا كيحمقوا البنات. هادي ديال بوغاتي عرفتي ما تشبعوش منها، تبقاو هي تشموها فنة. هادي بيلادونا، بيلادونا ديال بوغاتي، الثمن ديالهم البنات هادو 17 اورو 95، يعني 18 اورو ياك البنات. هادو بعدا جوج، وهادي هادي انا جربتها دابا كتحمق كتحمق كتحمق. شوف كنشوف انا الجديد حيتاتو تقريبا دلاغيف كلهم جربتهم، كلهم كلهم دازوا عندي دلاغيف كلهم، حتى وحده بدون استثناء. غادي نشوف هادي، هادي بنت ليا جديده، مدام ايزابيل، مدام ايزابيل ما كاينش التيستا ديالها، انا غنشوف التيستا ديالها هادي. مهم ما نشوف، نسول على التيستا ديالها ونجربها. هادي بنت ليا جديده حيت هادي كاينه عندي، هادي عندي، هادي عندي. نشوف هادي، هادي خصني نشوف التيستا ديالها. انا البنات خديت التيستا ديالها، هادي نقول لكم بحال اش دايره، بحال كوكو شانيل. اللي عندها كوكو شانيل البنات تجرب هادي وترد عليا الخبر، ترد لي في التعاليق واش هي هادي نيت ولا لا. هادي كدير هي نوي، شتو البنات راه كاتبين عليها نوي، الثمن ديالها 7 اورو 45. وهاد لاغيف البنات ديال مدام ايزابيل هي الدوب ولا ليميتاسيون ديال كوكو مادموزيل شانيل، صراحه ريحتها غزاله. الثمن ديالهم كيدير 7 اورو 45، ولكن من قبل كان الثمن ديالها شويه رخيص، لان كانت في غوسمان غير ب 5 اورو ودائما كانت ب 6 اورو، دابا ولاو بجوجهم زادوا الاثمنه. حتى دي ام زاد في الاثمنه، كانوا كيديروا غير ب 6 اورو فصيله، دابا علين 8 اورو. حتى هما البنات شافوا الاقبال عليهم بزاف ومع كلشي كيهضر عليهم صافو زادوا في الاثمنه. المهم البنات هذه غزاله، هذه غادي ناخذها بدون شك، وغادي ناخذ وحده من هذه، هذه حتى هي لقيت البنات البائعه اللي كتبيع هنايا واحد اون جون فام، مازال عاد صغيره، بنت صغيره من دوك البنات الصغارات، تكون 16 18 ما كاملاش. لقيتها كتجرب بين هادو، حيره بيناتهم، قلت لها انا هادو بجوجهم زوينين، وهي تقول لي حيت هي خدامه دايره الباتش ديالها خدامه، وهي تقول لي هادو راني حرت بيناتهم شكون اللي ناخذ. قلت لها انا مجرباهم بجوج، قلت لها ولكن انا عجبتني هادي، هي تقول لي انا راه عجبتني هادي وخداتها. هي هذيك هي تقول لي جربي هادي، هادي راها جديده، هادي هي تقول لي جربي هذه راه جديده، حيت انا عاد دايزه مازال، ما انا عاد جايه من لهيه مازال ما وصلتش لهنا، عاد كنقلب على نوي بحال دابا هادو هما ندير لهم دو اسبري. شوف هادي، المهم راني كنشوف الجديد قبل ما نوصل لهنا، هي تقول لي جربي هذه. فاش جربتها هي البنات شنو نقول لكم، واحد البارفان ديالها، واحد البارفان ديالها كيحمق، ولكن المشكله ما بقاوش. هي تقول لي شوفي جربي هذه راه زوينه، ولكن راه الاس فيك عفت، شوف قالت لي كلشي راه مشى ولكن جربي.
هاد البارفان ديال بيل ايكون ديال كالين، عرفتي كيف شميتها؟ عرفتها ان واحد العطر ديالها غالي بزاف غالي بزاف. اختكم راه اختصاصي في العطور. فاش مشيت قلبت في الانترنت لقيت بان ليكيفالون ديالها كيدير 205 او 235 العطر اورو. معروف. المهم تنقلب الدوب ديالاش ديالاش الدوب هذا البارفان هذا. المهم هادو اللي بانوا لي جداد البنات، بيل ايكون ديال كالين، البنات ديال كالين. المهم لي بارفان اللي بانوا لي رخاص جربت معاكم. المهم هادي هادي البنات كتحمق، هادي هي من الاشياء اللي جديده. هادي واخا ديري لا جديده ولكن ما زويناش. المهم انا بالنسبه لي ما زويناش، فيها ريحه الياسمين. شنو غادي نقول لكم؟ هادي البنات، هادي البنات عارتي كتحمق. هاد كشمير هادي شوفوا شوفوا على قريعه، راه غير هذا راه او هذا راه او دو بارفان. نغطي لهاد الغلاقه ديال حيت مذهبه كتبيني ليكم. غادي نشوف الباكاجينغ ديالها، الباكاجينغ ديالها مغي صغير، فيها 30 مليلتر البنات، سميتها كشمير. هادي كتحمق البنات على واحد البارفان فيها، كتشموه كتحسوا براسكم طايرين فوق السما. من داك البارفانات الغاليين 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 صراحه الله. انا غادي نقلب عاوتاني على الدوب ديالها ديالاش، لان هنايا كلهم هادو دوبس ديال ماركن معروفين. مي هذيك البنات غزاله، هادي هادي فنه، هادي هادي ديال كشمير، هادي هادي ديروها وانتم بعينكم مغمضين. اللي شمها فيكم غادي يقول هادي شي بارفان من دوك البارفانات الغاليين اللي كيديروا 100 الاورو زيادين، يعني 20000 ريال الفوق. و يعني شنو نقول لكم، المهم ما عرفت كيفاش نوصفها لكم. شنو اخر البنات، شنو اخر؟ هذه ما لقيتهاش، كان لقيتها غادي ناخذها، للاسف ما لقيتهاش صراحه عمقاتني. صافي خلاص كاينين هادو، هادو اللي كنديروهم للباتي ديالنا في الصيف هكذا كيعطيو داك اللمعان وداكشي، صراحه زوينين. ها هما حتى هادو نوي، هادو ديري له 4 اورو و45. كاين هذا ديال الورد، وهذا ديال الميست. شتو البنات هادو غيكونوا زوينين حتى هما، هادو حتى هما بالحوجات الجداد. وكاين هادي ديال لاغيف حتى هي جديده، هادي ايام ايديال فور وومن، هادي حتى هي جديده. انا غنتيستيها لكم ونشوفها واش زوينه. ها البنات غادي نتيستيها حداكم. هي زوينه هادي البنات، حتى هي زوينه الا بغيتو تاخدوها. ايا الايديال حتى هي صراحه زوينه. مي هادي البنات هادي هادي كشمير كتحمق كتحمق. هادي هادي واعره واعره، هادي الا لقيتوها غير خدوها. هادي فنه هادي البنات، هادي الريحه ديال النقا، هادي الريحه ديال النقا، هادي الا درتوها راه الريحه ديال النقا. واحد هادي واحد البارفان فيها خفيف وزوين، هادي يصلح لكم للصيف ولا الربيع، هذا كيحمق البنات. الا لقيتوها غير خدوه، على حسابي هادي، على حسابي اللي معجبه فاش نخلصها لها. ولا غير كيف ما كتعرفوا دائما كتخرج زعما ماركات اللي هما زوينين اللي زوينين. هادي هادي البنات كنت خديتها الصيف اللي فات، صراحه زوينه زوينه، وكانت غير هي شويه مجهده. المهم انا كتجيني شويه مجهده دونك ما قدرش نديرها بزاف، ولكن الناس اللي كيبغيو لي بارفان المجهدين هادي صراحه زوينه. هادي ليميتاسيون واحد البارفان اللي معروف. المهم الا لقيت لي فوتو ديالهم غادي نخلي لكم كل حاجه، نخلي لكم ليميتاسيون ديال من ولا دوب ديال كال بارفان. هادي البنات حتى هي بين الحويجات اللي جداد هنايا في لاماك ديال لاغيف. هذا هو لومبالاج ديالها، هو هذا لاغيف اكسيلونت اكسيلونت. فاش كتشموها البنات فيها واحد الريحه بحال ريحه شرقيه، هي فاش غادي تشموها غادي يسحب لكم بحال لي بارفان ديال الرجال، مع بالخصوص جايه هنا بحال لي بارفان ديال لي زوم، وهنا غايسحب لكم راه الرجال. فاش تشموها هي باينه القرعه ديال قرعه البارفان ديال لي فام، ولكن غتبان لكم في الريحه ديال تشموها غادي تحسوا بها كانها ديال الرجال. هي فيها واحد الريحه شنو نقول لكم، بحال لي شرقيه بحال لي. المهم شنو غادي ندوز لكم البنات، البارفان اللي قلت لكم جابوا هادو اللي وريتكم في غوسمان، في غوسمان ديال
ديال الفاني، هي هادي البنات فانيلا. في غوسمان درت على غوسمان كاملين باش نشمها ونشوفها واش زوينه، لقيت ما حاطينش التيستور ديالها. المهم التيستور ديالها ما كيدورش تما، بحال شي واحد هزو ولا ما عرفتش شنو. لي بارفوم موجودين ولكن التيستور ما كاينش. انا منين جيت لدي ام لقيتها حاطينها في لومبالاج صغيور، يعني في القراعه ديالها فيها 30 مليلتر. 30 مليلتر البنات هي هادي. وفاش تيستيتها المهم القريعه ديالها عاديه، ماشي شي قرعه اللي زعما بحال هاد القريعات هادو لهادو مفركسين ولا شي حاجه، هادي قريعه عاديه ولكن ريحتها كما قلت لكم غادي تحسوا بها زوينه. ريحتها مهم سكري، الريحه ديالها سكري وزوينه. وغير اللي بغيت نشير لكم البنات هنا، هادو راهم هادو قريعات صغيورين بحال هاد لي بارفان هادو كلهم. ها انتم ها هما لاغيف كلهم ديري لهم بحال مينيات هكذا، يصلحوا لكم للسفر الا كنتم مسافرين، حيت فيهم غير 30 مليلتر، لان هادو الكبار كلهم فيهم 100 مليلتر. دونك البنات هادو كلهم فيهم 90 100، يعني ما كيصلحوا لكمش تسافروا بحال هذه فيها 100، ما يصلح لكمش نهائيا تسافروا بها. دونك هادو دايرينهم هكا صغيورين يصلحوا للسفر، تحطوهم في لافاليز ديالكم في ساكاما ديالكم. والمهم انا بغيت نشارك معكم هذا جهاد لي بارفان، انا صراحه دخلوا دي بارفان اللي هما واعرين البنات واعرين. المهم كنتمنى نكون فتكم بالجديد اللي كاين هنا في جهه العطور ديال خاصه هاد لا مارك ديال لاغيف. وما ننساوش البنات حتى الرجال، حتى الرجال راهم دايرين لهم هكذا عطور ديال لاغيف اللي ما تشابه العطور العالميه المعروفه، يعني ديال الرجال اللي كدير 70 اورو 80 اورو و100 اورو للفوق. يعني راهم دايرين دي بارفان اللي زوينين وفي المتناول كيف ما كتشوفوا. ها انتم هي كل وحده، هذه يمكن هذه على ما اظن كانت هذه ديال مليون، هذه ديال مليون هي اللي دايرينها بحال هذا الشكل هذا. وتا هما الريحه الصراحه ديالهم زوينين بزاف. هما تا هما اللي مهتمه تجي لهاد البلايصه وتيستي لي بارفان وتاخذ بارفان لراجلها اللي ماله، لان الرجال ما كيزعموش ياخذوا هادشي رخيص، كيبغيو دا ياخذوا دائما لي بارفان اللي غاليين. ولكن الا شميتوهم وعجبتوهم وعجبوكم ولقيتوا ان هاد لي بارفان هادو كاينين اللي منهم اللي كيعجبوا الازواج ديالكم ولا وليداتكم، علاش لا ما تاخذوهمش ليهم؟ كنقصد اللي عندهم وليداتهم مراهقين وكبار، يعني تبارك الله ياخذوا لهم دي بارفان هكذا. فاطمه ياخذ وحده غاليه، ياخذ 4 و6 و8 من هادو ويبقى كل نهار يبدل، يعني دي بارفان اللي زوينين. وكذلك هذه ديال بوغاتي، هذه ديال بوغاتي البنات كتحمق، هادو ديال بوغاتي زوينين بزاف بالنسبه للرجال، خاصه هذيك كاين هذا البلاك، هذا البلاك هذه خاصه هذه رائعه. هذه البنات زوينه بزاف. ما نطولش عليكم في لا فيديو، بغيت نشارك معكم لي بارفان اللي خديت، ولكن ان شاء الله كنوعدكم الفيديوهات القادمه غنشارك معكم لي بارفان وكذلك الراي ديالي فيهم بصراحه.